على سيرة الصراعات الفنية، الفنان بيومي فؤاد قال إن هو البطل الحقيقي لفيلم الإسكندراني، إن الأب هو البطل في الأصل في الفيلم ده. ده من وجهة نظر مين؟ الأم؟ بيومي فؤاد هو قال كده. يعني إيه الأب من وجهة، يعني مش فاهم، هو بكر الإسكندراني في التريلر. يعني قال إن أسامة أنور عكاشة كاتب الفيلم كده. هو أسامة أنور عكاشة كلمه يعني؟ هو يعني مش فاهم، مفيش حاجة اسمها كده. هو الفيلم لما جي عملنا الإعلان بتاعه قالك من النهاردة اسكندرية ليها كبير، قال بكر الإسكندراني ولا قال علي الإسكندراني؟ بكر الإسكندراني اللي هو الابن، اللي هو الابن. النهاردة أستاذ مخرج كبير أستاذ خالد يوسف لما أعلن عن الفيلم، ما هو صورة مين اللي نزلت مع أستاذ خالد؟ صورة عوضي صح؟ تمام، الناس عارفة أنه في الفيلم بطولة مين؟ بطولة عوضي. الناس داخلة إيه مش فاهم، يعني هو مين اللي عنده صراع؟ انا عندي صراع مع ما انت ما تيجي تحدد البطل، شوفي بكر الاسكندراني صراعه مع مين؟ صراعه مع ابوه وصراعه مع ابن عمه. ما هو المفروض ان في الصراع ده بقى هو الاستاذ بيومي بيقول ان في الصراع ده الاب هو البطل. انا فاهم ده، انا بقول لك من وجهه نظر الام اكيد مش من وجهه نظر حد يعني. فبكر الاسكندراني بيصارع ابوه وبيصارع قمر اللي بيحبها وسابته وبيصارع ابن عمه وبيصارع اهل الحته اللي وافقوا على الجواز فقرر ينتقم منهم كلهم بالتعاون مع صاحبه وزكي. تمام. لكن علي الاسكندراني بيصارع مين؟ بيصارع ابنه. خمس صراعات قدام صراع، مين البطل؟ وبعدين واحنا جايين بنتكلم النهارده في مين البطل؟ طب ليه قال كده؟ معرفش يعني. تمام، هو بطل من وجهه نظره. تمام عادي، فاهم قصدي؟ المشكله هو البطل من وجهة نظر. انت الكلام ده ما ضايقكش؟ ما ازعجك؟ لا خالص، لا يزعج مين؟ مفيش الكلام ده، معروفه يعني. انت جبت حد في الشارع وتقول له اسكندراني يقول لك احمد العوض، ولا بتاعت مين؟ احنا بتوع كله بتاعت مين؟ وانا النهارده اسكندريه لها كبير، بكر الاسكندراني بتاعت مين؟ يعني مين اللي غوى الشباب؟ طب الصراع ده مع بيومي فؤاد جه منين؟ مفيش صراع. لا في صراع، هو بس ده قصدي من ناحيته هو. لا مفيش صراع، مفيش صراع، انا ما عنديش صراع، انا بقول ده على اللي اتقال. لا قصدي من ناحيته هو، يعني ليه ممكن هو يطلع يقول ممكن هو يكون شايف كده الاب هو بطل. ايوه ممكن يكون هو، ممكن على فكره ممكن هو قاري من ناحيه، يعني ممكن هو قرا دوره، يعني ممكن هو قرا دوره فافتكر ان الـ 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 ان هو البطل. لكن هو لو قرا الفيلم كله يعرف ان بكر هو البطل. يعني لا مش صراع ولا حاجه، ممكن يكون بس هو قرا دوره. تمام، اتكلم معاك في حاجه زي دي؟ لا خالص، لا خالص، مفيش حاجه، مفيش صراع اصلا. سكت كتير على حاجات مش عاجباك قبل ما تبقى بطل، قبل ما تبقى بطل اعمالك؟ انا بطل او مش بطل، انا عمري ما رديت. يعني انت الموضوع اللي انت بتقوليه ده انا ما رديتش، لانه مش حقيقي يعني. انا بص، اي حاجه مش حقيقيه بتتكلم. قصدي في شغلك وانت بتمثل ادوارك تحملت اساءات من زملاء؟ ده عمري ما حد اسال لي. لا انا اتضايق بقى ان انا اتعمل فيا وبتاع ومش عارف ايه، لا 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 فيش الكلام ده. ان انا استحمل اساءه، ده ليه استحمل اساءه؟ وليه حد يسيء ليا اصلا؟ ليه؟ في بدايتك مخرج اساء ليك واستبعدك؟ استبعدك بطريقه مش لطيفه. ما اساءش الي، لا 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 بدليل انك انتقمت، انت استبعدته لما كبرت، ما انت لما بقيت بطل ما انتقمتش وما اساءش الي. هو معنى ان هو ما اختارنيش يبقى هو اساء الي. طب انت ليه رفضته وما اخترتوش؟ عشان هو نفس السبب اللي ما اختارنيش، هو شايف ان انا مش مناسب للدور. وانا بعمل حاجه هو مش شايف ان هو هيطلعني بالشكل اللي انا عايز اطلعه. ما كانش واحده بواحده؟ لا خالص، ليه واحده بواحده؟ ليه؟ ليه بواحده بواحده؟ على طريقه قلا ولعبت يا زهر. لا والله ما عندي روح الانتقام، والله ما عندي روح الانتقام. هو فعلا ما كانش شبه الحاجه، هو بدليل ان هو ما كانش يعرف ان هو مترشح في الموضوع. ولو جه حاجه تناسب انا اتمنى اشتغل معاه، ما عنديش حي روح الانتقام. الانتقام بيخسر، خلي بالك. يعني روح الانتقام ده بيتخسر، هو بس هو الصدفه لعبت دورها في الموضوع. ان انت رفضتني في يوم فاتحسبت ان انت رفضتني فانا رفضت. مفيش كلام. بتنتقم بشغلك بنجاحك؟ بشكل الانتقام بتاعك؟ انجح بس، هو مفيش حاجه انجح. اللسان ما بينتقمش والايد ما بتنتقمش. انا مش في غابه. بس انت النهارده بتقول عليا وحش. فانا اثبت لك ان انا حلو بنجاحي، اثبت لك ان انا حلو بشغلي، اثبت لك ان انا قدها باجتهادي في العمل.